مرحبا بكم خوتي خواتاتي في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وطوال ثلاثة تربيو في صحة جيدة. موضوع ديال اليوم غيكون موضوع شيق، موضوع زوين. قبل ما نبدا نذكر لكم الموضوع اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو، بغيت نشكركم كاملين اللي الناس اللي تيتفرجوا فيا سواء من قريب او من بعيد، سواء في فيسبوك انستغرام يوتيوب. تنشكركم من صميم القلب، تنوجه لكم واحد التحية خالصة. شكرا على السيبور ديالكم والتعليق الزوينين ديالكم، شكرا على التفاعل. الموضوع ديال اليوم غيكون مرض الصلع اللي ممكن اننا نعاني منه كمربي، ممكن انه يعاني منه بزاف ديال المربيين. خصنا نعرفوا الاسباب ديال هذا المرض اللي هو مرض خطير تتصاب به الطير، ممكن انه يفقد جميع الريشات ديالو. الاسباب كيكونوا ثلاثة على الاقل، وكيفاش نتجنبو حتى هو يكون ثلاثة الخطوات. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو، ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا على الثقة ديالكم فيا اخوتي، وسمحوا لي تنتعطل في نشر الفيديوهات، هادشي تيكون تيأثر عليا انا وتيأثر على القناة، وتنتوما تتسناو الجديد ديالي والقناة تتهبط الى ما تنبارطاجيش. هادشي كيضرني انا اكثر ما كيضركم نتوما. قبل ما نبداو في الفيديو، واحد الصديق ديال القناة صيفط لي فيديو وطلب مني انني نعاون، هو مولوي صغير، صيفط لي مقطع ديال الفيديو كما غادي نشاهدوه وغادي نرجعو ان شاء الله نهضرو في الفيديو. القناة ديالو ان شاء الله غادي نحطها في صندوق الوصف، اللي بغى يتعاون معاه وبغى يشجعه بغى يدخل عنده، اللي دخل عنده يقول ليه من طرف يوسف، خلي ليه تعليق يقول ليه من طرف محبي الطيور يوسف. هادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو. من بعد ما نكملو الفيديو ديال الصديق ديالنا، غادي نرجعو نكملو الموضوع ديال الفيديو ديالنا اللي هو مرض الصلع. يلا نجدد بكم الترحاب من بعد ما شفنا الفيديو ديال الصديق ديالنا. نتمنى انكم تدعموه وتعاونوه، هذا هو اللي تيستحق الدعم، لانه بادي في واحد المحتوى زوين ما دخلش التفاهه. نرجعو للموضوع ديالنا اللي هو مرض الصلع. للاسباب ديالو اربعة ماشي ثلاثة، نسيت واحد. كاين التغذية غير المتوازنة، كاين التغيرات المناخية، الفاش، ثم النظافة. كيفاش التغذية الغير المتوازنة؟ التغذية غير المتوازنة يعني الانسان تعتمد على الزوان كرئيسي، البريق كغذاء رئيسي، ما تيديرش به ليه التخليطات، ما تيدير لا ميلونج لا حبه حلاوه لا زريعه الكتان لا الخرطال، يعني ما تيديرش معاه شي حبوب اخرى تعطيه الزوان، ما تعطيه لا خضروات ولا فواكه. يعني الترم اللي تيدخل للبداله تيخصو بزاف ديال البروتينات والفيتامينات والكالسيوم، يعني فين غادي يلقى هادشي؟ وتيفقد بزاف ديال الكالسيوم في الدم ديالو، يعني غادي هادشي تيكون في التغذيه المتوازنه. الفاش، كيفاش الفاش؟ الفاش الا لقيتي عندك القميله تتكون التاثير ديالها ان الريش ديالو ما تيكون ناقص. بالنسبه للصلع، تتقلب الطير وما تتلقاش فيه الفاش، تتقلب الطير وما تتلقاش فيه الفاش. يعني كيفاش البلان؟ البلان هو ان مرض اللي في الطير ديالك راه مرض جلدي، هو فاش جلدي مجهري، يعني تتداوى. غادي نهضروا على الخطوات كيفاش نعالجو. والتغيرات المناخيه يعني بحال القفز محطوط هنا الجو ديالو معتدل، الطير مولف هذا الجو اللي كاين هنا، ما تيتحركش القفز من هنا، وهزيتو رديتو هنا، هزيت هاد الطير من هنا ورديتو لهنا، هنا قاعد الطير بغيت نسمع للطير واش كلامو زين ولا كيفاش ولا خايب ولا، هزيتو رديتو لهنا. هنا فيه الكولوندير ولا فيه البرد بزاف ولا فيه الحراره بزاف، هنا تتوقف فيه البداله وتكمل الدات ديالو، تتكمل البداله ديالها ما تتوقفش، ولكن البداله ديال الراس تتوقف الدات ديالو ما تتوقفش، الراس ديالو تتوقف. هذا السبب الثالث. السبب الرابع هو النظافه، انك انت ما تتنظفش القفص، ارضيه القفص والمجتمد والوكالات والشرابات، والطير ديما تيحك راسو وتيوسخ راسو وداك الريش تيمرض. السبب
كيفاش غادي نتفادى هذا المرض؟ المرض خصني من النظافه نغسل القفز مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم بجافيل، نعقمو يعني نعقم المجتمعات الوكالات الشرابات والارضيه بربعه لجميع الطيور. من بعد ما نوفر هذا الشرط هذا خصني نكون وفرت واحد الشرط الاولاني، هو التغذيه المتوازنه، حبوب متنوعه، خضروات متنوعه، فواكه متنوعه. هنا تيكون الطير تيستوفي هذوك الشروط وداك الفيتامينات اللي كان ناقصو راه تياخذهم من هذوك الخلطات الطبيعيه اللي تدير نتايا. الحل ديال الصلع مرض الجلدي تحط شويه ديال الملحه في الكاس وتتخلطو مع الماء وتتحك ليه البلاصه تدهنها ليه بسميتو بالماء ديال الملحه، هذا هو الحل النهائي. ما تستعملش شي كيماوي، هذا هو الحل النهائي للصلع. وكاين ثاني واحد الطريقه هو انك تهز الحلبه وتهز حبه حلاوه طحنهم مزيان وتبقى تعطيهم الطويلات ديالك، هكا غتكون تفاديتي الفاش. من بعد ما هضرنا على الاسباب ديال مرض الصلع والخطوات باش نتفاداه، غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ولكن ما غاديش نختموا الفيديو هنايا. بغيت نقول لكم انني غادي ندير واحد سلسله النظام الغذائي عند الطيور في مراحل متعدده، ابتداء من هذه المرحله اللي حنا تنهضروا عليها دابا، مرحله الغياء الى مرحله التجهيز، مرحله التزاوج، مرحله وضع البيض، مرحله الفقس والفطام، مرحله التحفيظ والتغريد، مرحله الراحه، وصولا الى هذه المرحله التي بدانا بها. وله الى هنا وبهذه الطريقه غادي نكملوا واحد عجله او سلسله. شكرا بزاف اللي وصل لهذا المقطع هنايا، بغيت يقول لي الراي ديالو في هذه السلسله غادي ندير، واش مزيانه ولا ما مزيانهش، هكا غادي نعرف الناس اللي تيتفرجوا كاملين في الفيديو كامل. تحياتي لكم وشكرا لكم بزاف، ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.